شلون اخبارك ويا الصيام هالسنه؟ والله أنا اصوم، يعني كل سنه اصوم، والمساله بالنسبه لي بسيطه لانه متعود عليها الصيام. جميل جميل. شو وقت بلشت الصيام؟ يعني باي عمر تقريبا؟ الصيام متاخر بصراحة. متاخر صح؟ اي، يعني انا بديت اصوم بال97 واستمريت وما انقطعت. جميل جميل استاذ. اجتك اعمال نفذتها خلال الشهر الكريم؟ بالسنة اللي فاتت اشتغلت مسلسل طيبة. نعم. مع الام بي سي. نعم. اي، وكان دوري الحج ابراهيم. اي، دور مميز كان. بس انا اقصد انه كنت تمثل وانت صايم. اي، اجتنا اعمال. يأثر على الفنان اداءه؟ والله هو الفنان يعني هاي شغلته، يعني انتماء للفن يخليه قوي، يخليه مؤمن بقضية، لأن شغلة الانتماء تدفع الإنسان إلى الأمام. نعم. تخليه قوي، تخليه ما يتعب. بس الجوع والعطش مرات وانت تأدي والكاركتر ربما يكون صعب ومركب، يعني ربما يأخذ منك شوي. اي صحيح. نعم. بس سعادة النجاح، شعورك بالنجاح، الزهو اللي تحس به ينسيك كل هاي الأتعاب. جميل جدا. نبقى بأجواء الشهر الفضيل. أنت لك علاقة بالمطبخ برمضان؟ لا، ضعيفة علاقة. ضعيف رمضان وبغير رمضان. اي صح. يعني يجيك على الجاهز. اي، يجيني على الجاهز. جميل. الله يحفظهم لك. الله يسلمك. المائدة الرمضانية. نعم. شنو تحب يكون موجود فيها خلال الشهر الكريم؟ هذه مسألة الشوربة، هذه مسألة معروفة. نعم. يعني. نعم. بس أنا أكثر شيء أحب أن يسوون تبسي دجاج مثلا. أه. او تبسي باذنجان او شيء. ما عطشك هذا تبسي باذنجان؟ يعني شو اسوي، احبه هذا ومشهيني على الاكل. شهيتنا على التبسي استاذ. وبس التبسي لو عندك شغلات اخرى تحب تكون موجوده في شهر رمضان؟ والله انا هم بالبيت يعني بصراحه هم يعني جيدين بشغله الطهو. نعم. فاني متمتع بهاي، يعني مثلا الشوربه يسوي لي يوميه يسوي النوع. نعم. ولذلك أنا يعني تكون شهيتي للأكل كل جيد. وجه لهم تحية ورمضان كريم مبارك عليهم وعلى كل من يشوفنا ويسمعنا. الله يحفظك أستاذنا. ننتقل لمرحلة أخرى وهي مرحلة الديرة. نعم. جنابك ولادة من وين؟ أنا من محافظة بابل. والنعم. كملت الثانوية، تخرجت من العلمي. نعم. وإجيت قدمت البغداد. بصراحة أنا يعني أطلعك على قضية أنا ما قايلها بالإعلام قبل. طبعاً. يعني أنا قبل أن أجي الأكاديمية كنت طالب معهد الصحة العالي. نعم. وهذه أول مرة أقولها. حلو. يعني. إيه. بس الظروف اللي كانت. معهد الصحي كان يخرج مساعد طبيب، هيك شيء صح؟ بالضبط. نعم. مساعد طبيب، هي كانت ثلاث أنواع. نعم. مساعد طبيب، مراقب صحي، وأشعة. صحيح. فأنا قدمت على مساعد طبيب. نعم. باعتباري خريج علمي. نعم. وما قدرت أطلع معدل، طلعت ذاك الوقت أقل من قبول بالجامعة. نعم. فرحت المعهد الصحة العالي. نعم. بس ما قدرت استمر، كانت الظروف صعبه، كانت سنه 63 والامور. نعم. مو تمام. نعم.